قال مصدر بالشرطة الفرنسية إن إطلاق نار جديد وقع قرب الشانزليزيه بعد أكثر من ساعة من مقتل شرطيين، كان أحدهما مصابا في ذات الشارع، كما قتل أحد المستلحين. وقال مكتب الإدعاء إن مكتب مكافحة الإرهاب فتح تحقيقا في إطلاق النار، في حين قال مصدر بالشرطة إن المهاجم معروف لدى أجهزة الأمن. وقال مراسل الجزيرة في باريس إن الشرطة الفرنسية أغلقت ملف الشارع الشانزليزيه وسط المدينة، ورجحت الشرطة أن الواقع عمل إرهابي وأغلقت المنافذ المؤدية إلى شارع شانزليزيه ودعت المواطنين لعدم التوجه إلى هناك. يأتي هذا الهجوم بعد يومين من إلقاء القبض على شابين فرنسيين في مارسيليا كانا يحضران لهجمات وشيكة. يأتي الهجوم قبل 3 أيام من إجراء الانتخابات الفرنسية في حملة طغى عليها الهاجس الأمني. وكانت فرنسا قد شهدت الشهر الماضي محاولة مسلح الهجوم على مطار أورلي جنوب العاصمة باريس، وأعلنت وزارة الداخلية الفرنسية حينها أن قوات الأمن في المطار قد قتلت المسلح بعدما حاول سرقة سلاح من شرطية أصيبت في الحادث. مسلح او ارهاب هي في فرنسا تكون مكثفه. في الحقيقه انا كنت في عين المكان منذ يعني اول تقريبا ربع ساعه من العمليه، ليس هناك. للمزيد حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف من باريس القائم باعمال مدير عام وكاله انباء البحرين السيد مهند النعيمي. بعد التحيه وبعد ان نتحمد لك بالسلامه سيد مهند، هل لك أن تطلعنا على آخر تطورات حادثة الشانزليزيه والإجراءات الأمنية التي اتخذتها الشرطة بعد هذه الحادثة؟ أهلا أختي سهير، شكرا لك أختي العزيزة. في الواقع كانت لحظات صعبة جدا، يمكن ثواني الأولية كانت جدا خطرة، الكل كان هلع في الشارع، هلع في المطاعم. نعم. ما حد كان متوقع، كانت البداية مجرد أصوات، يمكن توقعنا قد تكون ألعاب نارية وأصوات حتى سيارات تقوم بعمل أصوات، لكن ما هي الا ثواني اخرى.